صباح الخير مشاهدينا. اليوم مثل كل يوم نلتقى بفكرة جديدة من أوروسكوب. شو نصايح أبراجنا اليوم؟ خلينا نكتشف سوا. والبداية مع برج الحمل. الشخصية القوية اللي عندك إياها بتوحي بالقساوة، وهذا الشيء بيخلي كل اللي بيتعرفوا عليك عن جديد ما يتقربوا منك دغري. أما عاطفيا جذبيتك بتسحر الجنس الآخر وبتخليك محط إعجاب للكتار. صحيا ما تهمل الأوجاع البسيطة يلي عم تحس فيها، استشير طبيبك لتريح راسك. الثور، ممكن يلغى موعد بالشغل كنت حاطط عليه أمال كتيرة، وهذا الشيء ممكن يفقس لك كل نهارك ويخليك مزعوج. حاول تموه بلقاء مع الأصحاب، فممكن يلي صار يكون لخيرك. عاطفيا أنت منك مرتاح بالعلاقة الجديدة يلي فتت فيها مؤخرا، بس مش عم تعرف كيف توصل الرسالة للشريك بلا ما تزعجه. صديقي الجوزاء، التوتر اللي عم تحس فيه بعملك هو بسبب بعض الأخطاء يلي صارت بالقسم يلي أنت بتشتغل فيه، ويلي عم بحاولوا بعض الزملاء يتهموك فيه. جمع مستنداتك والأدلة الخاصة فيك وفتش عن براءتك بلا ما تتردد، لأنه هذا الشيء رح يكون لصالحك. منوصل للسرطان. الحالة العاطفية اللي عم بتعيشها بالوقت الحالي عم تعطيك دعم بحياتك العملية، وخصوصي إنه هيدي الفترة عم تقطع بضغط كتير كبير بالشغل. صحياً حالة أحد أفراد عائلتك عم تشغل لك بالك، فحاول تستشير طبيب مختص يعطي العلاج المناسب. منكمل مع الأسد. عم تحس إنه الحظ مرافقك هيدي الفترة، وإنه ممكن كل مشاريعك اللي صار لك فترة عم تخطط لها رح تتكلل بالنجاح، فما تتردد وقوي قلبك وبلش فتش على شريك لأحد مشاريعك. أما عاطفياً فالحبيب عم يتضايق من بعدك عنه، فحاول تخصص له شوية وقت أكثر. برج العذراء، عبالك تعمل تغيير كل بحياتك، فبنصحك تغير ديكور مكتبك مثلا، بما انك مرتاح بشغلك ومش ممكن تغيره، وما في شيء مهم او اساسي بخليك تترك العمل. حاول تعمل نشاطات عائليه جديده او حتى تكسر الخوف يلي فيك وتجرب مغامره ما كنت تفكر يوم من الايام انك تعملها. الميزان، كل اللي شغلك هيدي الفترة هو لمشكلة مادية وقعك فيها أحد أفراد العائلة، فعم تحاول تلاقي شغل إضافي تتنهي هيدا الموضوع بأسرع وقت ممكن. عاطفيا الشريك متفهم للمرحلة اللي عم تقطع فيها مؤخرا وعم بحاول يدعمك معنويا. منكمل مع العقرب. الطاقة اللي عندك إياها عم تعرف تستثمرها بالمحل الصح، وعم تنهي كل مشاريعك العلقانة ويلي ما كنت عم تلاقي لها حلول بالماضي. صحيا أنت بحاجة للنوم والراحة، فما تهمل هيدا الشيء لأنه ممكن يأثر على تركيزك بعملك. رقم حظك لليوم 3. القوس، ما ترفض تتعرف على ناس جديد حتى لو ما عندك مصالح مشتركة معهم، فالحالة مناسبة لتطور وضعك الاجتماعي. أما عاطفيا ما تخلي الغيرة تسيطر عليك وتعميلك قلبك، فكر بطريقة منطقية قبل ما تتصرف تما تخسر الشريك. ننتقل لبرج الجدي. بلش التعب يبين عليك بعد المجهود الكبير يلي بذلته بالفترة الماضية، رغم انك كنت مبسوط بالمسؤوليات يلي كنت عم تقوم فيها، بتتلقى اتصال من الحبيب السابق بيخليك موتر وبيرجعك للماضي وذكرياته. اما برج الدلو لليوم، أما برج الدلو لليوم تستعد للسفر لتبلش شغل جديد ضمن نطاق شغلك الحالي، فالنشاط والحماس اللي عندك ياهم خلوك محط ثقة المسؤولين عنك يلي بدورهم رشحوك لهيدي السفرة. عاطفيا ما تخلي المشاعر والعاطفة تتغلب على عقلك، وقوي قلبك وعمول مصلحتك. أخيرا مع برج الحوت، شخصيتك عم تقوى بسبب الدعم يلي قدمت لك العيلة بعد ما كنت قاطع بمشكلة أثرت عليك نفسيا. ما تهمل شكلك وجسمك وحافظ على مظهرك الخارجي، فهو بيعطي الانطباع الأول عن الشخص. ورقم حظك لليوم 15. مولود برج اليوم بدنا نعايدك ونقول لك عقبال المية. من صفاته بحب يمتلك التحف النادرة والثمينة، وبميل للرفاهية وبفضلها عن الحياة البسيطة. هو صديق بكلمة للكلمة من معنى، ما بيعرف الحقد، بيهتم ببيته بالدرجة الأولى وخاصة أولاده، بحب السفر واكتشاف المناطق الغريبة، كما أنه بحب المغامرات الخطرة. أصدقائي هذه كانت كل معلوماتنا لليوم. أنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة وفكرة جديدة من أوروسكوب.